مية مية. الله على الغفلة. اضحك اضحك والله لا اقتله. انت من ايه كمان؟ او ماي جاد انت من ايه كمان؟ اقتل بس عمه على عمه على عمه مو علي. اقتل على عمه على عمه على عمه مو علي. اقفل اقفل يا عم اقفل حبيبي اقفل خد راحتك. شكرا شكرا حركت. او ماي جاد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهلين وسهلا اخواتي بحلقة جديدة من ارك الحياة الواقعية. قبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. وبسم الله نبدأ. طبعا مثل ما انكم شايفين نحن في مكان آخر كليا عن المكان السابق اللي كنا فيه. طبعا الشباب الله يعطيهم ألف عافية اللي ديب ومحمد اشتغلوا وسوونا هذا البيت الأسطوري اللي شايفينه قدامكم. طبعا محمد بالنص بيناتنا هو نايم أكل حال نرجع لجوا بس نحن نعمل مقدمة معه. لذلك يا شباب خلوني أورجيكم البيت من فوق. طبعا الشباب ما قصروا. شوفوا ديب ايش مسوي، مبلش تفريخ اجيال ما شاء الله. شو هذا ديب؟ هذول اجيال صغيره من الجيجا. شوفوا طبعا هذا كله جيجا يا شباب، كلياته جيجا. وصح روضنا جيجا تك. تمام تك لقيناه ماكس ليفل في الصحراء، واجانا كمان تك من علي، كمان اجانا تك من علي ماكس ليفل كمان. فقسنا بيض زوجناهم وفقسنا بيض وعطيناه، عرفت شلون؟ فيب من جهة الجيجات شغالين 100% وجيشنا حيكون اسطوري. وطبعا هذا بيتنا المتواضع، تصميمه حلو خفيف نظيف لانه طبعا من على اليوتيوب تعرفونا مصر هي حراميه. فاللي هون سويناه فوق انه حطينا نبتات اللي هي البلانيت شو ذايا؟ الدفاع سبيس اكس، عرفت شلون؟ هاي يا شباب شغلتها مره اسطوري. دي فيك تعملنا اياها على التارجت؟ اجيب لك دودو مثلا خليهم اورجيهم للشباب. حطها للوايلد مثلا. مو كلياتا يعني بس هيك. هم شايفين ترمي عليه دمجه 130، والاهم من هيك انه بتعطيه افكت العمي لمده 10 ثواني. تمام فتخيلوا انه هدول 20 كلياتا عم يمروا بنفس الثانيه، اول شيء قتلوه، ثاني شيء راح يكون فعليا عن جد شيء اسطوري. راح نحط يعني تورتات كمان بسيطة، لسه في تورتات راح تكون على جوانب البيت. ياب ياب لا حنجهز هلا تورتات، هدول تقريبا شي 20 وحدة راح نجهز تورتات مشان هدول يبطئوا والتورتات يشتغلوا شغلهم. طبعا الجيجات والشغل كله يعني انا خففت الهوسة شوي بس لانه طالع جيل جديد هون، اما نحن عندنا جيوش يعني راح نحط هون جيش كامل حرفيا. فخلونا ندخل هذا ال هي جوا نايمه على الدرج حطه. طبعا جهزنا جبنا لنا اغراضنا كلياتها وسوينا كل شيء فولتاتنا وكل شيء، لكن الشيء الرهيب اللي سويناه انه كل هاد اللوت جمعته انا وديب ومحمد وحطيناه هون لحتى نبيعه معاكم في الحلقه. طبعا بعنا بعض الاشياء وشغلات كثير بعنا لانه اضطرينا نجيب شغلات مثل ما شايفين جايبين فابريكيتر وكيمستري بنش والبراد، واتوقع شو جبتوا كمان ديب؟ يعني بشغلات بسيطة يعني ايه جبنا صح المايننج دريل، اشترينا مايننج دريل جدا اسطوري بالتجميع، اشترينا هيلث، اشترينا يعني عدة شغلات. فمصاري ما زاد معنا تقريبا الا هدول لنبيعهم اليوم ونشوف كم يحصلونا. ديب كم تتوقع يحصلونا هدول الفلوس؟ انا بقول فوق ال 10,000. ظن كتير والله يعني ده. طيب بشو فينا نحملهم؟ الار جي عنده الفلات. بايش بدنا نحمله؟ بدنا شيء وزنه عالي ديب. اشترينا الار جي اكس بي ونحطهم كلهم بقلبه. والله هي فكره. يلا جاهز؟ يلا واحد اثنين ثلاثة. حلو شباب اول دفعه لانه الطاوله فللت، فرح نعمل سيل لاول دفعه نشوف كم ممكن نجيب لنا. اوكي 7000 7000 اول دفعه 7000. جيب حبيبي اعطيني السالت، حط كل اشي هون، نحط كل اشي هلا. هيك هي اخر دفعه يا شباب، حرفيا اخر دفعه. وكانت الماضي كلياتها فايبر، والفايبر كان رخيص. فهلا حاليا رح نبيع اغلى اشي. استنى عندي شويه اغراض.
اوكي يلا حطها. يلا واحد اثنين ثلاثة. يلا عادي. يلا واحد. واحد اثنين ثلاثة. حلو. ايزي. واحد. حنبيع الشباب. يلا. كم كم اصدمني. 5000 يعني تشيب. صار عنا 12800. 12800 كوين يا شباب. ده لا تبعتوا على البيت هذا، لا نروح معه نحنا. ممكن بس. رحنا معه. اوكي صار عصر. دخل دخل لازم نضبه بالبيت. نروح نحط فلوسنا بالبنك لانه ما في امان حرفيا. 12800 وعندي تقريبا بالبنك 3000 بحدود 3000 او 2000 وشوي. فخلوني اشوف كم المجموع اللي حيصير عندي. 2012880 ديبوزيت. صار عندي 15800 ديب. انت انا معي 8000. حلو. طيب تعال نشيك على اغراض التك. الشيلد كم سعره؟ تك 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 تك. هاي التك هون. طيب الشيلد يا سيدي العزيز الاس بلاز ب 15000 وبدنا معه التك جنريتر 10000، يعني لسه بدنا تقريبا 2000 وشوي صح؟ عادي ايزي ايزي نجاوبه. اوكي محمد محمد نايم عنده فلوس خليني اجيبه ونجيبه. راح جيبه راح. معليش حماد حبيبي اذا شفت الفيديو انت ما معنا بالتصوير فاسس ما 2500 خليني اسرق منه. يب يب نجيب فيهم تك جنريتر ونجيب فيهم بالمعيه يعني فورس شيلد عشان نحطه. جيب جيب اخوي جيب. اوه ما 2800. سوري محمد اسف. سوري محمد ما حدا شاف شيء. قصه 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 لا ترجع. قصيتها قصيتها قصيتها. نحن مو حرامية شباب ترى عادي يعني كرايم واحد. ما عندنا ما عندنا شغل حرامية ابدا. شو نطلع نقتل البوسات؟ يب جهزنا شوية اغراض، طبعا البوس رح يكلفنا 1000 كوين ورح يكلفنا معداها تنتين ارتيفاكت وعدة شغلات هلا بورجيكم اياها. 2000 كوينز بظن. لا 1000 اتوقع. 1000؟ اتوقع 1000 يب. وين رايح انت؟ وين جاي لهون؟ تعال على البنك. عندي اربع بيضات جيجا بدي اياهم. اوه بيضات جيجا اوكي. طبعا هي شاورما يا شباب بتهيل الديناصور. طبعا للاسف انا اذا باكلها بنقص هيلي ما ادري ليش، بس انه مسوين مود. نحن طبعا بنشتغل على المودات خاصه فينا نحن شخصيا وهذا من ضمنهم. يعني في شاورما حتى في عندنا هون سوشي. وين السوشي؟ عندنا سوشي هون. والله يا حمزه ديب سوشي شاورما. حكينا مين اللي عم يسوي المودات. سوري سوري حمزه عم يسوي المودات شباب معلش. حلو شوفوا شباب انعكاس السكن على الارض وعلى الحيط ديب شايفه. او ماي جاد. طيب امشي خلينا نروح نواجه البوسات. طبعا جهزنا او هيك عندك هاي لسه استنى. نايس عندك هاي يا عيني يا عيني. حركاتك يا ولد. ليتس جو. ديناصورك معك صح؟ يب ديناصوري معي. افتح الباب ممكن؟ الو بعدين؟ اوكي ما في داعي لل هي في تيليبورت هنيك صح؟ يب خذوني معاكم. حلو تعال ركسي تعال تعال ركسي. طبعا هذا الركس يا شباب ماكس ليفل. طيب شو بدنا نرسبن يا ديب؟ طبعا احنا هي مسوين الادمن عنا هون عشان ما العالم تروح على الارينا وتتبهدل لانه الموتى هون بتضيع اغراضك. بس لان في اربعة حطينا هدول. طيب نرسبن كلوب ماذا ولا الميجا ثيريوم ولا المانتيكور؟ والله شوف انا احس القرد اسهل اشي صح؟ يب يا عم نجيب القرد يلا. بس نزل نزل ديناصورك اول. والله لا اشرد انا. اوكي خلي لي معه الشاورما للديناصوري لانه ممكن احتاج اني اشورم له شوي. رسبنت؟
بتقرب راح احط الموارد. يلا. واحد اثنين ثلاثة. طلعني. ارقب ارقب ليجي ارقب. فوت 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 لجوا فوت 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 فوت. اوه 500000 افا ايزي وات ايزي والله دمج نار. بس هو ليش اخذ 150000؟ هدول الصغار اخذوا 50000. والله ما بعرف. عم خلينا ننزل ناخذ الاليمنت. الاليمنت معك 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 انت. ما معي اليمنت. بلا معك بقلب الشنطه الديناصور. بلا 220. اوكي شباب طلعنا ساعة عم نجهز على اساس نروح نقتل البوس. ايه طلع اخر شيء بعضه. بعضه. لك. والله. ابعد. ايش فتحوا لي؟ هلاو. اوكي اجانا باف اكس بي ديب. نايس. اجانا باف اكس بي لك وللديناصور. طيب. بما انه هيك شو رايك نروح على البحر؟ يلا والله ايده تعال انا قاتل الجرف نقتله شباب. اكره ديناصور البحر يا زلمه. كنا نلاقيه بكل مكان. هلا لما بدك يا بطلت تلاقي. تفضل اول شيء خويك شيء هذا؟ لا لا يعني ما تدافع عنه صح؟ لا لا اوكي. خاف يا شباب خاف جاي اطلع. تعال سيد راسي تعال وريني ايش في عندك. تعال ما عنده اشي والله حرام. ما عنده 19 دارت والله خلي له اياهم. والله خلي له اياهم. هذا شكله يا اما فاصل عنده اللعبه يا شباب يا اما في شيء فخلوه. وين راح الدياب؟ عم بدور. لك تعال تعال. لا انا عندي سؤال ليش ما نشتريهم؟ سرقوا. ها شفتوا الشباب انا ما سرقته للولد. انا قتلت بس. نايس الواحد عطى. انا اسف انا اسف انا اسف. ايه معلم اصبر اصبر اساعدك اصبر. اجيهم قدرة اصبر 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 اجيهم قدرة اصبر. السلام عليكم. اوو ماتوا ماتوا. ايش لا يا ريتني ما لوتهم يا ديب. شو كان بالماينينج 300 بس شو؟ انت اخذت شيء؟ اخذت 150 120 300. والله يا ريتنا ما لوتناهم. لا بموت ديب ديب متنا 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 متنا. خد 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 الركس خد الركس خد الركس. ما قدرت اخذ الركس متت انا. اتكسرت دروعي. اروح على البيت. يلا يلا كافي كافي كفينا. ترن اون. يب نقدر نعمل 100 وحده اليوم. حلو. سحبت اغراضه؟ يب يب سحبت. انت ايش فينا نعمل؟ نقدر نعمل 100 وحده. نايس. طبعا دمج اللونج نيك اللي عندي يا شباب انا بدمج تقريبا 490 وفي رحله البحث عن الاقوى يعني. والصوت الفابريكيتر هي مزعج لازم نشتري. شفتي مع هدول قديش بيجيبوا لك؟ مع هدول عندك هذا الدارت. اوه هلا بي والله خير الله ديب صح؟ اي والله والله شي 200 والله 200 ما اخذ 50 انا. اوكي يا شباب حاليا جهزنا رايفل جهزنا شوكينج دارت وطلقات شوي.
ليش؟ لانه عندنا مهمه جدا اسطوريه. ديب نفترق تمام وندور على التايتن الصغير، نشوف اعلى ليفل ونروضه، واتوقع اني ما اقبل بقل من ليفل 300 يعني ان شاء الله. اوكي التايتن الصغير يا ديب عنده ريزيستنت مو طبيعي. والله انا لاحظت بس يعني ما توقعت لهالدرجة. والله الريزيستنت تبعه يا شباب 90% حرفيا، يعني دمج 100,000 انا بياخذ دمج مني 10,000 بس، فراح يكون شيء جبار حرفيا. برأيي الروض ابو 200 عندي واحد 280 ميل بالصحراء. انت لا مكان لونه زهري صح؟ ياب سبات. اخذت توربر ولا لا؟ جرب. طيب جايك انا. اخذ اوكي جايك. اوه دل بل 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 باكل طاسي يعني انا؟ آسف. انا ماني علاقة ما سويت لك شيء. تعال اوكي حلو ايزي تيما نعم. لا اللي ضربته انت بعد ما انا ضربته صح؟ لا ضربنا مع بعض. شارت شو بياكل؟ اعطي حبه بدنا تفاح. تفضل اخوي تفضل. حلوين بيقوم بسهوله. هلا شوف حتى لونه جبار. اروح اجيب اللي بالصحراء. والله يا ريت. خد هاي بطاطا. جيب بطاطا. حلو هاي الشوكينج دارت معناتها كم تعطي توربور؟ 4,000 تعطي عندي. نايس والله. كيبي نام ايزي. نام حبيبي استريح. ايوه بس تعجبني. حلو وهي الثاني ديب صار قيد الترويض. جبت من هيلبر اجي. والله تعال اذا جبت تعال. بس خليني اشيل هذا اللي عندي وبجيك. اوكي. لانه انا شفت واحد بيونيكورن جنبه بيطلع عليه كان. هاد المفروض ما يكون يعني ياخذ سدل ما ادري ايش ياخذ سدل هاد. شكله برونتو. او هذا الثاني اللي راسه مستطيل طويل. ما هو ما بدنا نتحذر ما معنا فلوس. ما بدنا نتحذر. ديب هيلب. وينه؟ عليت مع الفيلة؟ لا يا زلمة ضل مبين عليك معه. شلتهم الثلاثة بكاميكازي واحدة. ما دمجت جدهم خالص اخذته. ياب يلا اوكي هلا وجدتنا الثانية شباب على الثلج صح ديب؟ ياب السلاح السري. سلاحنا السري ليدر هذول منه؟ هذول احتمال نشوف لهم حل والله نروضهم للفيلة. ايه لا منلاقي لهم حل. شوف اتوقع انا شفت منه هون على الجبال تبع الميتال هي اللي هون. اتوقع شفت منه انا. بدي شيك قبل ما اروح لانه هون رح يكون ترويضه اسهل. عرفت كيف؟ يب التلج تدمي يجي لك ريبر من تحت الارض. ايوه تخرب عليك سيستم حياتك كله وتحبلك. لا حول ولا قوة الا بالله. فعليا مرتين تجي تمسكني من فوق الديناصور وتسحبني هي ما بصير. هذا اسمه حقد. والله حقد. اوكي ما لقيته انا. شكلنا بنضطر نروح على الثلج. 280 اشيله؟ هذا كاتبين بس الترويض. شلته ديب. شلته؟ وين احطه؟ بدنا فخ.
نسوي فخ نسوي فخ. يب بدنا فاونديشن والوال يلي فيه الشباك عرفته؟ اكيد ما راح اقعد انا وياه بغرفة واحدة. اوكي جرى. اي 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 ماما شيل جيجا لحتى ليوم يعضه. المشكلة بالعضة بيعطيني تورمر. ايوه نزل خلاص. جي جي. شوف لازم ننتبه كتير. كم هلثه؟ 37,000. خلى يعمل اجرو ويعيط يصرخ. كان مو راضي. ارجيني شو مكتوب عليه؟ كان مكتوب عليه not ready now. لا والله. عمل علي اجرو، عمل علي اجرو. حاير بيناتنا يعني ابعد انا. كانوا ما عم يعضك صح؟ معلم شو قصته؟ صار باسيف؟ اه كاتبين لي حط اكل. شو كاتبين لي عليه؟ وات لشو ايش بياكل؟ متن في متن. اه نوت ريدي تو تيم ناو. ليش؟ اوقف ده شوف نوت ريدي. ليش يا اخي؟ ليش هجم علي اذا كانوا قتلني؟ ما ادري بس كاتب لي نوت ريدي. صدقني هذا عم يخدعنا. هاي في واحد 170 هون لحقني. يب يب لحقني. اصبر اصبر اصبر. هاي شرد. بعد بعد ليفي يمسك اجرو فيك. هاي ما نقدر ما نقدر ما نقدر. انا حاخليه يجمدني. اضرب اضرب. مت. كان لازم تلحق تضربه بتمه. ضربته ضربته. اتخدر؟ حطيت 28 سباي جلاس. 28 ايش؟ 1000؟ 28 دمج. يعني ما اخذ توربر ما شفته؟ هذا اللي هون ما عم يعمل اجرو غريب. اصبر 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 يا كلب قتلني. يا الله يا الله. اوكي يا شباب طبعا نجيب خطة جديدة هلا بما انه يا شباب هداك مات علينا لقينا واحد ماكس ليفل وشلناه وجبناه. فالخطة الجديدة انه هو في له طريقة ونحن طلعنا عم نروضه بطريقة اخرى. لذلك دقيقة انا بشيل بايش الله بينيمه. صدق سلق سلخه من فوق. والله تعال 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 يا كلب. تعال تعال اربيك. تعال تعال اربيك. تعال الحقني ديب الحقني. انا بربيه انا بربيه. اصبر هاي تختبئ هون. انزل حبيبي. تعال 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 وراي. تعال اي تعال تعال احبك انا. تعال تعال فوت 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 لا تخاف. فوت فوت ايوه اتفل على الحيط يا عين عليك. انا هيك بحبك كثير. اعطيني سنايبر انت ما اعطيتني. حطيت لك اياه بالفابريكيتر كان. لا والله والله اصبر خليه يعمل لي اجرو. الله ليش بتدمج؟ المفروض ما اتدمج.
المفروض ما اتدمج. اصبر واقف واقف ورا ورا البير ورا البيلر. بدمجها يا الله. شوف شوف شوف. جبدت معي لا اتحرك. اصبر المفروض ما يدمجني من ورا البيلر. اي اتفل اتفل والله لا اتفل على وجهك اتفل. تعال هون تعال. هون هون هون. لا خلصت خلصت خلص مو وقته والله مو وقته. طيب طيب ايزي ايزي ديب ايزي اصبر. شوف شوف انا اروح على البيت جيب السنايبر تبعي واجي جيب جيب. ايه مو تاخذني معك؟ لا لا ما عاد يرضى يتف ولا يعمل اي شيء. شو اسوي له؟ انحشر الورد معلم. والله دخنا عليك يرحم امك. ممكن تتف ممكن تسوي اي شيء. الو يا طيب يا حلو. لا يا ايش في نام. ايوه ايوه بيعمل لنا حركه تحت التنكه. والله عارف هاي شفت. لا وات عم يعمل سلو موشن رقصة مايكل جاكسون. هلو والله مجنون هاد الولد. حلقة مايكل جاكسون. ها ها اصبر هاد ما يتربى. ايوه تعال تعال. شوف ايش رجع لعادته القديمة. صح صح يا ولد. ايوه اخ صح صح. خرب يومه. جمدت انت ولا لسه؟ انت بحياتك شفت نار متجمدة؟ جمدني خلاص شفت. بيموت وما بيتروض صدقني. استنى تركني عليه. تعال هون تعال. تعمل في يا مجنون تعال. تعالك افتح بقك. افتح سنونك الحلوين. ايش في؟ يا شيخ مريض هذا الديناصور والله. اخ اخ عضنا عضنا عضنا. ايوه خليه يفتح تمه بس. مو ناوي مو ناوي مو ناوي مو ناوي والله مو ناوي خلاص حيموت. يعني عم نضرب بتمه لا سنايبر فاد ولا شي فاد. ايش نسوي له؟ اه اتفل يا معلم. اقدم انت يا ارني. انا ما دخلني انا مجمد لا تقرب علي. انا مجمد. هلا هلا بظن ليدر هلا هلا بس بسنايبر بسنايبر بسنايبر. فك ابوس ايدك فك. اتفل على ديب اتفل على عمه اتفل على عمه.
زعم زعم اصبك يعني اصبك حضني يلا يلا لك يلا لك هتموت بوحياة الرب انها غبي لا حول ولا قوة الا بالله مات قدامك يعني تحسوس تحسوس والله ما انا راضي لازم نشيله ونرجع نحطه ثاني خلاص حب يلا يقتلني يا اخي المفروض مخزن واحد ينام يجمد نيم نيم الله على الغفاتي اضحك اضحك والله لقتله انت من ايه كمان او ماي جاد انت اللي كمان تفل بس عمه على عمه على عمه مو علي انت على عمه على عمه على عمه مو علي انت في الاسم يا عمه انت في الحبيبي انت في الخطر شكرا شكرا حرقت او ماي جاد ممكن خلاص يعني حاش تفال والله تحبيت تفال You are freezing خيو انا بقتله اه القم يلا القم بس القم اه او ماي جاد يا ربي انا رايي تنهي رايي خلاص يا شباب تركني يا كلب استنى استنى اسحبوا العمو اسحبوا العمو تعال تعال تف على عمو تف 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 على هذا على عمو انا راجل يا كلب يا وطني والله قاعد ذاك اليوم على افضك لهون راح انهي حلقه اليوم ان شاء الله بنقدر نروضه ممكن خلف كواليس ممكن نروضه حلقة جاية بس يا ابن الحلال تركي اكثر صدق اكثر من ساعتين من ساعتين عم نصور وهذا كلمة قالت روض فايف اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله السلام عليكم